بكره إسرائيل، بكره إسرائيل، بكره إسرائيل، بكره إسرائيل. المغني الشعبي الذي انطلق من حبه لعمرو موسى وكرهه لإسرائيل غادر الدنيا محبوبا في عين الناس ببساطته التي انعكست حتى على لونه الغنائي. هو مغني اللحن الواحد في وقت اشتهر فيه بتعدد ألوان ملابسه واكسسواراته. رحل اليوم المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن عمر ناهز 62 عاما، حيث فارق الحياة صباح اليوم في مستشفى المعادي العسكرية بعد تدهور مفاجئ في صحته أدى إلى توقف في عضلة القلب. في أكتوبر الماضي نقل شعبان عبد الرحيم لمستشفى المعادي العسكري، حيث كان يعاني من كسور متعددة إثر سقوطه في منزله. أدى ذلك إلى جلوسه على كرسي متحرك، وهو ما جعله يظهر قاعدا في مهرجان الرياض الأخير. ولد شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية في القاهرة في العام 1957 باسم قاسم، وسمي باسمه المعروف به كونه ولد في شهر شعبان. كان شعبان يغني في الأفراح الشعبية في المنطقة ويعمل في كي الملابس. وجدت أغانيه تفاعلا كبيرا بعد أول ألبوم كاسيت يصدره، ثم لمع اسمه بعد أغنيته الشهيرة التي كتبت عنها وكالات أنباء عالمية: أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى. بكره إسرائيل وشمون ويا شارون، بحب عمرو موسى بكلامه الموجود. موسى نعى شعبان اليوم على حسابه في تويتر قائلا: رحم الله شعبان عبد الرحيم، كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع، كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة، كان مؤديا من نوع خاص، بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة.